راح تكون نسخة استثنائية في 2030. طبعا كأس العالم هذه السنة 2030 ستكون احتفالية كأس العالم بمرور 100 عام على انطلاق البطولة واللي تحتفل فيها المغرب بالاستضافة لأول مرة بتاريخها. المغرب سيكون ضمن مشتركين مع أو مشترك مع أسبانيا والبرتغال كدولة رئيسة، فيما ستكون كل من الأرجواي، الأرجنتين، باراغواي قادرة على استضافة مباراة واحدة لمنتخباتها كاحتفال رسمي بالبطولة بمناسبة مرور 100 عام، كما أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.